سعيد بالحضور في هذه التظاهرة الجميلة الطنجاوية مع المؤسسة أو مؤسسة طنجة الكبرى التي اشتغلت على هذه التظاهرات الرمضانية الراقية من أجل إحياء واحد الموروث الفني والموروث العلمي ديال هذه المدينة. وكان هذا الحفل حفل راقي جدا. لاحظنا يعني ان مجموعه العائلات ومجموعه ديال الاحباب ديالنا حجوا بكثافه من هذا المسرح، مسرح بوكماخ. وفي الحقيقه كانت اجواء راقيه، تفكرنا ديك الايام اللي كنا كنعملوا ديك السهرات في قصر مولاي حفيظ وديك العائلات اللي كانت كتجي. وهذا الحمد لله باقي صله الرحم اللي كاين بيناتنا المجموعه مع الجمهور. فشكرا الكل من يساهم في إحياء هذا الليالي باش هذا الموروث الفني المغربي الأصيل يبقى في هذه المدينة، وتبقى هذه المدينة ديما هي الإشعاع، أو منا كيخرج الإشعاع من جميع المدن وكما كانت سابقا وكذلك ستبقى بإذن الله. الفقرات كانت جود الفقرات أساس، وهما الموسيقى الأندلسية والسمع الصوفي اللي الكل كينتظرهم بشغف، لا سيما أن المجموعة ديالنا تشتغل بصدق على هذا جوج الالوان اللي هو اللون التراثي الاصيل القديم اللي هو ديال الاجداد. فالناس ملي كتجي عندنا كتعرف انها غتسمع شي حاجه اصيله بلا تقليد، بل هي المنبع ديال هذا التراث. فكان الحمد لله التجاوب والجمهور كان فرحان، وهذا هي الغايه ديالنا. فشكرا لكل من يدعم هذا الفن. الشيء اللي شفت اليوم يثلج الصدر، لان هذا الحضور الغفير ديال الساكنه طنجه والعائلات ديال طنجه العريقه اللي تمتعوا في واحد الامسيه رمضانيه بالفن المغربي الاصيل، السماع الصوفي والاندلسي اللي حياها سعيد بن القاضي رئيس جمعيه الطرب. صراحه هذه الايقونه الطنجاويه اللي استمتعت بها اليوم لا في المديح ولا في الطرب الاندلسي، ورافقوا قيدوهم الموسيقيين والباحث عبد السلام الخلوفي لكل صراحه امتعونا فوق الخشبه وامتعوا الجماهير الحاضره، شكرا لهم. وفي هذا الشيء كتعرفوا على انه كيدخل في رمضانيات في نسخته الثانيه اللي كيتنظم طرف مؤسسه طنجه الكبرى للعمل التربوي والاجتماعي والرياضي تحت اشراف بشراكه مع المديريه الجهويه للشباب طنجه تطوان الحسيمه تحت اشراف السيد ولي الجهه و جهه طنجه تطوان الحسيمه و
الجماعة طنجة ومقاطعة طنجة المدينة اللي صراحة كنحاولوا أننا نفتحوا على واحد مجموعة البرامج، لأن طنجة عرفت واحد الصحوة تنموية كبيرة بفضل العناية السامية صاحب الجلالة، اللي عرفت واحد مجموعة المنشآت وواحد المجموعة ديال المرافق وربوع التراب ديال مدينة طنجة اللي بغيناش نخليوها تكون يعني هاد المرافق خاوية. حاولنا أننا نستدركوا هنا ونعملوا برامج موازية اللي تكون كتوازي وكتواكب هاد المبادرات الملكية السامية. كجماهير طنجة دائما كنتشرفوا أننا نحضروا أمسيات ديال السي سعيد، ومدينة طنجة دائما فرحانة بهاد المناسبات اللي كيقدموا لنا الناس المسؤولين في طنجة واللي محتاجينهم كثار، ونتمنى إن شاء الله نشوفوا العديد من السهرات في حاجة النوع هذا. طبيعة الحال هي رمضان راه خصها تكون دائما في حريدة، في حقيقة كانت في السابق في طنجة كنا كنحضروا وحنا باقي صغارين وتربينا عليها، وإن شاء الله باقي خصنا نزيدوا نشوفوا هادشي، وشكرا جزيلا.